مبرهنة فيتا هورس. مبرهنة فيتا هورس هي مبرهنة متعلقة بالزاوية القائمة، كنقسم لجوج، كاين مبرهنة فيتا هورس المباشرة وكاين مبرهنة فيتا هورس العكسية. اشنو الفرق بين هاد الجوج؟ مبرهنة فيتا هورس المباشرة كنستعملوها باش كنبغيو نحسبو الأطوال بالاعتماد للزاوية القائمة. مبرهنة فيتا هورس العكسية كنستعملوها باش نثبتو الشرط، يعني نثبتو أن المثلث قائم الزاوية. ألو أشنو كتقول هاد المبرهنة؟ كتقول أن الوتر والاستثنان كيساوي مجموع الضلعين المحاديين للزاوية القائمة والاستثنان. غنشوفو مثال ديال مبرهنة فيتا هورس المباشرة. مثال: ABC مثلث قائم الزاوية فيه A، حيث AB كتساوي 4 و AC كتساوي 5. كنرسم الشكل ديالي و كنحط عليه القياسات ديالي باش يسهل عليا الحل في التمرين. بما أن المطلوب مني هنا هو أنني نحسب BC، يعني بما أنه تحقق عندي الشرط بما أن المثلث ABC قائم الزاوية، إذن بالإمكان ديالي نستعمل مبرهنة فيتا هورس المباشرة لأن المثلث قائم الزاوية في A، واللي كتقول أن الوتر والاستثنان كيساوي مجموع الضلعين المحاديين للزاوية القائمة والاستثنان، يعني AB والاستثنان زائد AC والاستثنان. السؤال مطروح باش عرفنا أن BC هو الوتر، ما عندناش القياس ديالو. هنا فاش ما كاينش القياس باش ناخدو أطوال الضلع، كنشوفو الوتر هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، هنا BC هو المقابل. إذا BC كتساوي AB زائد AC والاستثنان اللي هي 62 زائد 25 اللي هي 41. ألوغ عندي BC والاستثنان تساوي 41. باش نحيد الاستثنان كندير الجذر مربع وبالتالي جذر 41. من بعد ما شفنا مثال ديال مبرهنة فيتا هورس المباشرة، دابا غنشوفو مبرهنة فيتا هورس العكسية اللي غنثبتو ليها أن مثلث قائم الزاوية. ABC مثلث بحيث BC 15 AB 12 و AC 90. المطلوب مني أنني نبين أن المثلث قائم الزاوية. فهاد السؤال انطلاقا من السؤال غنستنتج شنو عندي. عندي قائم الزاوية يعني فيتا هورس نبينو، وبالتالي هي فيتا هورس العكسية. ألوغ الحل أش غندير؟ غنقلب على الوتر هو الأول اللي هو BC اللي كيساوي 15، غنحسبو بوحدو. هاد المبرهنة كدار عبر جوج خطوات. الخطوة الأولى كنحسب الوتر بوحدو والاستثنان اللي هي 15 والاستثنان اللي هي 225. من بعد غنحسب في الخطوة الثانية مجموع الضلعين الآخرين AB والاستثنان زائد AC والاستثنان اللي هي 12 والاستثنان زائد 9 والاستثنان اللي هي 225. أشنو كنلاحظ؟ هنا مازال ما هضرت لا على فيتا هورس لا والو. كنقارن، أشنو كنلاحظو؟ لاحظنا بلي BC والاستثنان كيساوي 225 و AB والاستثنان زائد AC والاستثنان هاد الضلعين بجوجهم كيساوي 225. بما أن BC والاستثنان كيساوي AB والاستثنان زائد AC والاستثنان، عاد كنقول إذن حسب مبرهنة فيتا هورس العكسية فإن المثلث ABC قائم الزاوية في A. هنا ما هضرتش على فيتا هورس، تا درت الخطوتين بجوج، الخطوة الأولى ديال BC الوتر بوحدو، الخطوة الثانية ديال مجموع الضلعين، قارنتهم عاد استنتجت. ألو من بعد الجوج الأمثلة ممكن لينا نقولو كخلاصة، أهم حاجة في الدرس أنك تكون عندك قدرة تميز ما بين مبرهنة فيتا هورس المباشرة ومبرهنة فيتا هورس العكسية. فاش كنسمعوا زاوية قائمة كنعرفوا بلي عندنا فيتا هورس، ولكن واش العكسية ولا المباشرة؟ كنشوف حسب السؤال. مبرهنة فيتا هورس المباشرة كنستعملوها فاش كنبغيو نحسبوا الأطوال، ومبرهنة فيتا هورس العكسية كنستعملوها باش نثبتوا التعامد، أو لا بطريقة أخرى باش نثبتوا أن المثلث قائم الزاوية.